أزيد البنات يعانون من جفاف بشرة إيدهم، البشرة تصير جافة متقشرة مو حلوة، لونها ما يعجبهم. متريدين تحصلين هيج بشرة تشوفيها رطبة مو مقشرة، تشوفينها حلوة لونها حلو لونها شفاف الأطراف وردية. شوفوا بنات، أول قطعة تستخدميها هو المقشر، خلين المقشر وتلبسين هاي الكفوف أقل شي ساعتين، بعدها تغسلين إيدك، تغسلينها تنظفيها من المقشر، وتخلين هذا الكريم المرطب يفضل تخلينه بالليل وتلبسين هاي الكفوف، والصبح انزعي الكفوف وشوفي نتيجة هذا المكس على ايدك. طبعا انا هنا متعورة، هنا متعورة، اسمعي خالف شوفوا نتيجتها كلش حلوة بنات، ونتيجة من اول استخدام والله.